إنها مصارعة الثيران على طريقة السومو أو توكيو بحسب تسمية اليابانيين، والمبارزة لن تنتهي إلا بنفاذ طاقة أحد الثورين أو بتراجعه. لا علاقة للأمر هنا بمصارعة الثيران الإسبانية التقليدية، فالمبارزة لن تنتهي بالموت، وما يهم هو المواجهة في حد ذاتها. في أوكيناوا تنتهي المباريات عندما يفقد أحد الثورين عزيمته للقتال، ويمكن لكل من الفائز والخاسر مغادرة الحلبة حيا والعودة إلى زريبته. مواجهة تقليدية تعود إلى 800 عام في اليابان، ومع أنها باتت اليوم تقتصر على 5 مناطق فقط، إلا أنها ما زالت تجذب جمهورها الخاص. يختلف شكل القرنين لدى كل ثور، ومن المشوق رؤية كيفية استخدام كل ثور لهذه الميزة خلال المواجهات. عضلات الثور تشكل ميزة أخرى، والمربون يبذلون ما في وسعهم لكي يتخطى وزن الحيوان الطنة، ولكن مهما زاد حجمها تبقى هذه البهائم كائنات حساسة. عندما يخسر الثور معركة تتراجع قدراته، فيصبح علينا بالتالي تقديم أفضل رعاية له. ويجلب نشطاء حقوق الحيوان هذه المصارعة ويعتبرونها ممارسة همجية، انتقاد يرفضه الشغوفون بالتوكيو، بالإضافة إلى نوعية حياة ثيران السوم هذه وعمرها الطويل.